علشان نوصل هدف ورسالة احنا مؤمنين بيها اللي هي قضية المية. طبعا من خلال تواجدنا في وزارة الري ومن خلال شغلنا من خلال وعينا بالاستراتيجيات والمحاور اللي بتشتغل عليها الوزارة عرفنا ان في تحديات كتيرة او بتواجهنا. التحديات دي والمشكلة اللي احنا بنشوفها كل يوم وبنلمسها في القرى وفي الارياف وفي المدن اللي هي تناقص مواردنا المائية وعدم الحفاظ عليها والتلوث وعدم الترشيد في الاستخدام، دي الرسالة اللي احنا بنحاول يعني نوصلها لكل فئات المجتمع. رحنا بيها المساجد، رحنا بيها الازهر، رحنا بيها الكنائس، رحنا بيها المدارس، وزارة الشباب والرياضة. الرسالة دي هي اللي بتحاول نخلي الجمهور او المواطنين يعرفوا ان دي فعلا قضية امن وطني، قضية يعني بتمس حياتنا بصورة يعني. طبعا كلكم عرفتوا من ملخص الموضوع او المحاضرة ايه التحديات اللي بتواجهنا وازاي بنغلب عليها. وطبعا انتوا عندكم افكار اكتر مننا، وممكن حد عنده حلول وعنده حاجات يعني نقدر تساعدونا بيها في حل القضية دي. من خلال ايماننا بالموضوع دوت احنا في الادارة المركزية للاعلام حاولنا طبعا باجتهاداتنا الشخصية ان احنا نعمل مجموعة من الرسائل، سواء الرسائل دي مكتوبة او مطبوعة، من خلال نشرات، من خلال مجلات، من خلال صوتيات ومرئيات، ان احنا نجي نعمل مجموعة من التنميهات ومن الاعلانات البسيطة كده اللي بتوصل الرسالة دي. طبعا كل التصوير وكل الانتاج وكل الحاجات دي يعني بامكانيات بسيطة قوي متواجدة عندنا في الوزارة، وبرضه يعني بفكر وتفكير برضه الاعلاميين الموجودين في الوزارة. هنعرضها عليكم ونشوفوا ايه رأيكم فيها ايه. طبعا دي خطوة ايجابية لدورهم، علشان ايه؟ اي واحد منكم مؤمن بقضية معينة وعايز يشتغل عليها وعايز يعمل حاجة فيها بيحاول وفعلا بينجح ويوصل لحاجة زي كده. الاعلانات والتنويهات